مشاهدينا ولمزيد حول الملف الاقتصادي وأيضا التنمية والأمن الغذائي معي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحسن الزيادي. تحية وتقدير لك بداية أستاذ عبد الحسن. يعني بداية يعني كيف تقيمون أو كيف يمكن قراءة أداء الحكومة الحالي في مواجهة الأزمة الاقتصادية؟ حقيقة يعني أنه هناك من المراقبين من يقول أن الحكومة هي سبب أو ساهمت بجعل هذه الأزمة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم وعلى مشاهديك الكرام. بالحقيقة فعلا هي الحكومات، مو بس الحكومات ساهمت في زيادة وضع العراق بالوضع الحالي. الحكومات ساهمت في تدمير اقتصاد العراق، وخصوصا الاقتصاد الزراعي اللي تفضلتوا وحكيت عنه الآن. طيب. الاقتصاد الزراعي هو أهم ما موجود في العراق، وبعدين العراق باقتصاد زراعي يختلف عن كل دول العالم، كون الدولة زراعية بامتياز، إلا أن الدولة والحكومات المتعاقبة على العراق لم تدعم الاقتصاد العراقي أو لم تدعم سياسة الزراعة العراقية، بحيث عطلت المنتوج المحلي، عطلت الحقول، عطلت المزارع، عدم تنفيذها مشاريع ري ممتازه حتى تحمي المياه، عدم تنفيذها لمشاريع الاصلاح الحقيقيه، دعم الزراعه بالمواد الزراعيه المطلوبه من الاسمده والكيماويات والمضخات والزراعات الحديثه الان بالعالم اصبحت الري بالري. هذا كله الدولة ما تعاونت ويا المزارع او الفلاح بعموم العراق حتى تنمو عنده الزراعة، وبعدين حتى ينتج بتحدى الحدود، فخلص المستورد هو المهيمن عليه، فقام كل ما ينتج تجي تحكم السورد تهلكه الفلاح، ويا الموسم ينزلوها سواء معتمدة من قبل الدول او غير معتمدة. طيب، ولكن يعني يكون انتاج يعني زراعي. استاذ عبد الحسن، يعني الحكومة تقوم يعني حاليا يعني بتفاهمات مع الأردن وأيضا مصر والسعودية ومؤخرا الإمارات. يعني برأيك هذه التفاهمات يعني هي لن تعد هي خطة لأجل يعني حل هذا الموضوع، موضوع الأزمة الاقتصادية، أم أنها مجرد تخبط بالأداء؟ لا، الحقيقة احنا يرادلنا داخلي، احنا يرادلنا علاقات سياسية مع الدول، لكن العلاقات الاقتصادية بناء داخلي، يعني يجب ان نبني اقتصادنا داخليا، يعني يجب ان نبني زراعة داخلية. جيد. يعني نبني زراعتنا المحلية، بعدين نبني صناعتنا المحلية، بعدين تكون عندنا علاقات مع دول الجهة الاخرى. بعدين احنا الان في امس الحاجة الى صناعة وزراعة وانتاج محلي حتى نوفر يعني الامن الغذائي لبلدنا، وهذه ما تتم بالمستورد ولا تتم بعلاقات مع الدول، لان الدول تريد تبيع رفايات وتمشي، احنا نريد انتاج من انتاجنا، يعني نعم. اولا لازم ندعم الثروه الحيوانيه بالعراق اللي احنا الى الان ما فقدت تدعمها، ولا الدوله ترى شنو دور الثروه الحيوانيه ببناء طيب. اقتصاد البلد. طيب اذا استاذ عبد الحسن، يعني كي استثمر الوقت معك، قبل قليل كنت يعني اقرا يعني خبر مؤسف، يعني حقيقة يقول أن محافظة ديالى قررت إلغاء يعني خطة الاستزراع في 8% من الأراضي الزراعية في ديالى، وذلك على خلفية شحة المياه التي من المتوقع أن تستمر إلى الصيف القادم. يعني برأيك إلى أين سيصل هذا السيناريو؟ طبعا أكيد اللي تفضلت به، لكنه قول الدولة مفكرة، هو مو ماكو باي شحة، صحيح اكو شحة، لكن لو اكو معالجات حقيقية لهي الشحة كان تصير، لأنه كان الناس تزرع أكثر ما متوقع. أولا لازم يكون هناك بناء سدود، لازم يكون هناك طرق حديثة بالتعامل مع المي، الآن المي يروح وقت اللي وفرة يروح للأنهر ويروح إلى خارج البلد. نعم. وقت اللي يصير شحة الان الوضع يدهور والمزارعين يوقفون عن الزراعه، هذه المفروض تكون سدود وخزانات لكل قطره مي في العراق حتى البلد يستفاد من عندها وقت الشده، وقت الضيق، وقت يعني انت تعرف يعني النهر زياده انا مستبعه، يعني اساسا المنافذ مالته هي غير مصانه، هي غير يعني مثل ما يقولون مضبطين
المواقع المايه، البحيرات اللي يسحب من عندها الماء هي اساسا ما بيها منافذ حتى وقت الذروه تغلق هاي الخزانات، وقت اللي ماكو موسم زراعي المفروض يخزن الماء وينطلق وقت الزراعه، هذه سيح تشتغل البلد، البلد كله يشتغل سيح ولذلك يسبب فيه كارثه. وضحت الفكرة الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحسن الزيادي، كنت معي مباشرة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك ولتحليلاتك.